اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره كابتن ناصر عباس واهم الحالات التحكيميه لمباراه اليوم. ازيك كابتن ناصر؟ ازيك كابتن اسلام؟ تحياتي ليك وتحياتي لكل الساده المشاهدين. تمام، خلينا نبدا بالاول، شايف التحكيم ازاي ولا نبدا بالحالات على طول؟ يعني احنا بس بنكمل الكلام اللي احنا قلناه في الاول كابتن اسلام، واحنا كنا اتكلمنا ان اسلوب تحكيم محمد هو يعني بيمشي اللعب في حالات كتيره جدا جدا، وهو النهارده الى حد ما يعني يمكن كان عنده انذار مختلف معاه انذار او انذارين، ولكن في جميع القرارات اللي خدها كابتن اسلام صراحه انا بحيي النهارده محمد الحارث في طاقم التحكيم، لان الاختبارات اللي داخل الصندوق كانت كتيره خاصه بلمسات اليد وخاصه بركلات الجزاء، ونجح النهارده بشكل كبير في احتساب المخالفات بشكل صحيح. ومن خلال الحالات يا كابتن اسلام هنقدر نشوف ونقيم طاقم التحكيم بالكامل النهارده، اعتقد ان هم ادوا مباراه كويسه. طيب خلينا نروح للحالات، اتفضل يا كابتن. نروح للحاله الاولى وتقريبا كانت بدري جدا، ونشوف محمد الحنفي وهنيجي هنا في احتساب ركله الجزاء الاولى. وفي حاجه مهمه جدا يمكن انا من خلال قناه النادي الاهلي برضه بنقولها، يعني مش قصدي حاجه والله، بس انا مش عارف ليه لعيبه النادي المصري معترضين على اللعبه. بالعكس، يعني انا شايف الكابتن سالم ركله جزاء واضحه بنسبه 100%، يعني بص كابتن حتى لا في ريسك، وبعدين لاعب النادي الاهلي طالما خد اللاعب في ظهره خلاص، ودي ميزه النادي الاهلي، هنا العرقله موجوده. الحاجه الثانيه يا كابتن هي من جوه، حتى لو كانت من على الخط كابتن اسلام طبقا للقانون، لان الخط يعتبر من ضمن الاماكن المحيطه به، شايف ركله الجزاء صحيحه. وكمان لو يا سمير تجيب لي بس في البدايه تمركز الحكم في اللعبه ديت، لان هو بنقول برضك دايما القرار الصحيح بيجي نتيجه التمركز الصحيح وزاويه هو هنا. بس اسلام فتح شويه سنه ناحيه اليمين عشان يشوف المخالفه، وبالتالي انا شايف ان ركله جزاء صحيحه تم احتسابها نتيجه التمركز الصحيح واليقظه عند الحكم محمد الحنف. نشوف التنفيذ يا كابتن اسلام، هنا مهم جدا. ستوب برضك بندي فرصه للناس كلها تعرف ساعه التمرير، هنوقف بس ساعه التمرير. هنا حارس المرمى تقدم كابتن اسلام، وهنا طبقا للقانون هذه الحاله او ركله جزاء ان لم يتم احراز منها هدف على الحكم ان هو يعيد ركله الجزاء، ولكن طالما جه منها هدف خلص. مش مشكله يستمر اللعب. تمام، هنروح لحاله من الحالات اللي تقريبا كانت داخل الصندوق، وفي اعتراض هنا على ان هم طالبوا هنا بركله جزاء النادي المصري، ونشوف الحاله كابتن اسلام هل هناك في مخالفه ولا ما فيش. شوف هنا اولا الحكم ليه زاويه رؤيه واضحه جدا، ايوه كره واضحه وجايه في صدر في جسم اللاعب، يعني فيش اي شبهه ركله جزاء او ما فيش اي شبهه لمسه يد، وبالتالي كان القرار كان صحيح من محمد وكان موافق. هنا تمام، هنا سمير تمام، هنا ما فيش مخالفه. هنا اللاعب النادي المصري هنا اعترض على هذه الحاله كابتن، بس انا بس بخليك معاه لان هنا هو خد انذار في هذه الحاله. نشوف الانذار خده فريد شوقي في اللعبه ديت، ونروح بعد كده اوفسايد مفيش حاجه هنا. هنا اوكي احنا قلنا متى يكون لاعب في موقع التسلل كابتن اسلام، بنقول ان هو يكون اقرب الى مرمى المنافس من كل من اخر تاني منافس، وهنا طبعا هنا اوكي هنا في التسلل، وبالتالي هنا بحيي الحكم مساعد هاني عبد الفتاح في التمركز وفي لحظه الربط ما بين الكره وموقف تسلل، والقرار قرار صحيح من الحكم المساعد. تمام، هنا حاله من الحالات اللي هقف عندها شويه كابتن اسلام معلش. ايوه اتفضل. احنا قلنا ان فريد شوقي عنده بطاقه، يحمل البطاقه في الدقيقه 58 كانت بطاقه للاعتراض. نشوف الحاله دي عشان هعمل مقارنه في الحاله اللي وراها. هنا ستوب. هنا في هنا الدخول بتهور كابتن اسلام، وعاوز اقول ان يمكن عشان اسلوب محمد ان هو بيمشي اللعب في الالعاب اللي هي فيها شويه عنف، اشوف ان هنا في بطاقه صفراء كان مفترض ان هي يشهرها محمد الحنفي لنتيجه التهور لفريد شوقي، وديت اللي احنا بنتكلم فيها، لان انا عامل مقارنه بيها بلعبه ثانيه يمكن هتيجي وراها على طول، ونشوف الحالتين. هنا المعيار هنا يمكن انا بختلف مع محمد. ستوب.
هي بالظبط. احنا بنتكلم في معيار واحد يا كابتن اسلام في تقدير العقوبه الانضباطيه خاصه بالتهور. شايف ان هنا وليد سليمان خد انذار على هذه الحاله للتهور ونفس اللعبه ونفس الحاله اللي كان يجب ان هو نفس اللعبه تقريبا دي بالظهر ودي بالوش بالظبط يعطي انذار فيها لفريد شوقي. نقول للحكم كيرانا يمكن الحاله الوحيده دي ان انا اختلفت فيها مع محمد، لكن بقيه القرارات كلها كان ماشي بشكل جميل جدا جدا. تمام نشوف الحاله بعد كده. خلاص دي تمام دي خلاص كده. احنا كده كان هنشوف الحاله اللي جايه. هنا حسين شحات بيمر بالكوره وهنا بص ستوب كابتن اسلام. هنا حاجه مهمه جدا هرجع اسامه على سمير بعد اذنك. واحنا قلنا القانون وقلنا تعديل القانون. هو هنا محمد حنفي اطلق صافره باحتساب المخالفه. تمام هنمشي على طول كده سمير ونشوف النادي الاهلي عمل ايه يا كابتن اسلام. لعب على طول لعب على طول. هنا مفيش اعتراض بنقول للناس كلها ان القانون بيسمح بان الحكم يؤمر باستمرار اللعب وده في التعديل الجديد. في واحده بعد كده جه قال له لا استنى وهو كان هو موقف عشان كان بيدي البطاقه. بس طالما انا وقفت عشان اشاره البطاقه لابد ان كل الاجراءات تتم بشكل كويس. هنا بحيي محمد الحنفي ان هو طبقا للقانون امر باستمرار اللعب وبالتالي هنا ده القانون ودوت ايجابيه ودوت اللي احنا بنقوله للناس كلها من خلال قرار النادي الاهلي. الثقافه التحكيميه مهمه جدا كابتن اسلام. هنا حالة من الحالات اللي هي واضحة جدا جدا نقول دي مهاجمة في القانون مادة 12. بنقول المهاجمة يا إما بقدم أو بقدمين. هنا يمكن كان في تعاون نموذجي ما بين هاني عبد الفتاح وحكم المباراة لم يتردد في إشهار البطاقة الصفراء. وأنا عاوز أقول هنا طالما أنت خدت الحقك ما فيش داعي إن إحنا نعمل اشتباك لأن ممكن الحكم كان هنا يدي إنذار. هنا المهاجمة هنا في مهاجمة هنا يا كابتن إسلام. لو الاسترزاد دي يا كابتن إسلام راحت في السمانة أو في الأنكل فيش كلام بطاقة حمراء فيش فيها كلام. ولكن هو يمكن خفف العقوبة من الحمراء للصفراء لأن الرجل راحت على الفاضي وبالتالي أنا شايف إن الإنذار إنذار صحيح للتهور. اللي بعد كده نفس الشيء هنا بنقول اللعب بتهور. احنا قلنا في فرق ما بين الاهمال والتهور واستخدام القوه الزايده. محمد هنا هادي جدا جدا وقدر اللعبه بشكل جدي وبالتالي هنا نشوف في الاعاده هل في مخالفه ولا ما فيش. سمير واضحه هنا المعيار واضح واضح جدا وهنا العقوبه بالبطاقه الصفراء كانت صحيحه لمحمد الحنفي. حاله من الحالات ايضا المهمه وانا بحيي فيها الحكم مساعد رقم 2 وائل شعبان لان هنا بنتكلم على لحظه التمرير كابتن اسلام وموقف التسلل. واحنا قلنا لابد ان يكون اللاعب مركز جدا هنا مركز جدا جدا وهنا التسلل موجود واللاعب كان لوحده لان حارس مرمى تقدم هنا وكان في لاعب فقط اللي هو موجود خلف. احنا قلنا اقرب الى مرمى خصوم من كل من 2 لاعبين منافسين. وهنا الحاله التسلل والتمركز عنده هايل جدا ومواجه للملعب وائل شعبان اللي ادى مباراه بشكل متميز. اللي بعد كده هنا ايضا تمركز جيد ومطالبه ايضا بالناس كلها بترفع ايديها على ان في مخالفه ولكن طبعا محمد طبعا بحييه هادي جدا محمد شايف كويس قوي قوي مركز وبالتالي لما نشوف الكره في الاعاده هنلاحظ ان هي جت في صدر اللاعب النادي الاهلي وبالتالي هنا التمركز جميل جدا واضحه جدا والتمركز جميل. يلا هنا نفس الشيء هنا لحظة التمرير وكهرباء في موقف التسلل ووائل شعبان النهارده بديك امتياز يا وائل على اليقظه والتركيز اللي انت كنت فيها. نشوف هنا برضك تاني الاعاده هنا في جزء خطوة جزء بالقدم وبالتالي هنا التسلل اللي بعد كده. شايف هنا زي ما قلت انا اختلفت مع محمد الحنفي في بطاقتين منهم بطاقه فريد شوقي اللي هو ما ادهاش وهذه البطاقه كابتن اسلام. شاف هنا هنا الارتقاء مفيش مشكله ممكن ترتقي عالي ولكن بتلعب الكوره ولكن انا شايف هنا التهور موجود وكان يجب ان هو هنا يشهر البطاقه للعب بتهور. يعني قدامنا دقيقتين يا كابتن بالظبط خلاص احنا بنفنش لان الماتش النهارده كان فيه حالات كتيره يا كابتن. اتفضل اللي بعد كده.
هدف جميل جدا وتميز الحكم مساعد، مفيش تسلل اطلاقا، واجيه لحظه التمرير كان متغطي بمدافع النادي المصري. وحي تاني وائل شعبان لان هو ربط كويس قوي في الهدف، مفيش شبه تسلل. بقول الكلام ده لكابتن اسلام لان ممكن حكم مساعد النهارده يتسرع ويرفع الرايه ويلغي هدف، وهذا الهدف ممكن يكون مؤثر في نتيجه المباراه. هنشوف هنا لحظه التمرير بس يا اسامه، من ده الباك رايت والباك ليفت اللي بيرجع. سمير نرجع تاني كده لحظه التمرير بس من فضلك، هنا شوف الرجل اللاعب ناحيتنا كابتن اسلام اللي هو مغطي بالقدم، وبالتالي هنا الهدف سليم. وتاني برافو. عندنا اخر حاله بعد كده يا سمير، اخر حاله مش النهارده ماتش فيه حالات كتيره وهنا بتخبط الكوره وهنا ما غيرتش استحواذ يا كابتن اسلام. ما هو ده اللي انا كنت ما غيرتش استحواذ، وحاجه ممتازه جدا جدا، ما ارتبكش الحكم وراح موقف، ولكن هي هنا نروح كده هو بيعمل باص للاعب المصري وبالتالي راحت لزميله، وهنا استمر اللعب، هو اشار باستمرار اللعب، وده طبقا للقانون وهو فاهم القانون بشكل جيد. تمام. اخر حاله هيت الهدف وقطع عليها، مش مشكله، ولكن انا بقول بشكل عام هو الهدف الهدف جابهولك هنا نفس الشيء يا كابتن، هنا بتتحط باص برضك ممتاز جدا وائل شعبان بقول عليه. لحظه تمرير كهربا في موقف سليم مليون في الميه، والاهداف كلها اللي جت اهداف صحيحه، مفيش فيها شبهه اي مخالفات من الحكم. تمام. او من الحكم المساعدين. تمام. في النهايه بقول ان هو ده التحكيم الموجود يا كابتن اسلام، ده المفروض تكون موجود في الماتشات اللي جايه. انا بشكرك شكرا جزيلا، ان شاء الله عندنا حلقه هذا الاسبوع الثلاثاء الاربعاء هنتفق مع حضرتك على تقنيه الفار او الفي ار، لانه مهم جدا نعرف ايه هي الحالات التي يجب ان يكون فيها ويتم استخدام تقنيه الفي ار، بما ان عندنا مباراه يوم الخميس سوف يتم استخدام تقنيه الفار الفي ار من خلال هذه المباراه، فيبقى عندنا وقتنا وحضرتك جايب لنا شويه حاجات حلوه. ان شاء الله الثلاثاء الاربعاء نعمل حلقه نقدر نتكلم فيها اكتر عن هذا الموضوع. ان شاء الله كابتن اسلام، شكرا جزيلا يا كابتن مصطفى. شكرا جزيلا. شكرك. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. طبعا الف مبروك للنادي الاهلي، ثلاثه نقاط بيضيفها لرصيده ليواصل تصدره لجدول الدوري العام المصري، ويواصل تحطيمه لكل الارقام القياسيه اللي هو عملها قبل كده الحقيقه النادي الاهلي. عموما زي ما قلت لحضراتكم انتظرونا هذا الاسبوع و تغطية مميزة إن شاء الله من خلال قناة النادي الأهلي لمباراة السوبر ما بين بطل الدوري النادي الأهلي وبطل الكأس نادي الزمالك، إن شاء الله اللي هتبقى يوم الخميس القادم. أنا هكون مع حضراتكم يوم الأحد والثلاث والأربع والخميس إن شاء الله، هكون مع حضراتكم ونعمل تغطية إن شاء الله إن شاء الله تعجب حضراتكم هذا الأسبوع، شوية تقنيات كده جديدة هنحاول برضو نعملها لحضراتكم. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله هلتقي مع حضراتكم يوم الأحد وحلقة جديدة من ملعب الأهلي.